وشوشة. النهاردة طبعا كان عندنا مجموعة كبيرة جدا من الصحفيين والإعلاميين اللي جم غطوا الحدث. طبعا كان في كلمة السيد الرئيس التنفيذي الأستاذ وليد رمضان، كان في كلمة رئيس مجلس الإدارة أستاذ ماهر عبد العزيز، كان في حضور كبير لمجموعة من الصحفيين ومجموعة من الإعلاميين. شرفتنا النهاردة دكتورة درية شرف الدين، شرفتنا الإعلامية منى الحسيني، وشرفنا كل النجوم اللي انضموا لنغم أف أم. سعد الصغير كان موجود، إدوارد، مين كمان، الفنانة والنجمة سماح أنور، طبعا الفنان شريف باهر، طبعا هيقدم برنامج جديد على نغم رائع، الجميلة دنيا صلاح عبد الله، وجايلان نجمة السوشيال ميديا، وخالد جواد نجم السوشيال ميديا، مجموعة كبيرة من الناس الجميلة اللي انضموا لنغم، بالإضافة طبعا للإذاعيين ولاد نغم بقى في أمل اللي كانوا موجودين، نيرة شريف، خلود نادر، مي أنور، مش عايز أنسى حد خالص، عمرو صلاح وهمسة إمام، أحمد الشناوي، شعبي الحبيب، خلود نادر، أوقات نسينا حد؟ طبعا مي أنور، مايوزيكا، أو كانت بتقدم قبل كده طبعا برنامج شير، هتقدم مايوزيكا، لينا صالح هتقدم ساعتين، لينا كانت موجودة معنا قبل كده لكن توقفت فترة ونورتنا مرة تانية، وأنا إن شاء الله هقدم بقى برنامج جديد علي اسمه فانتازيا، هيكون مختلف شوية عن شارع الفن توقيتا ومضمونا. فانتازيا هيكون حد واثنين وثلاث الساعة 12 الظهر. هي يمكن الكلمة أو اسم البرنامج شارح نفسه، أي شيء ليه علاقة بالفانتازيا، يعني هنتكلم عن الفن، بس الفن اللي بيناقش الموضوع بشكل فانتازيا شوية، سواء أفلام أجنبية أو أفلام مصرية أو أي حاجة تكلمت عن الفانتازيا. هو كلمة فانتازيا اللي هو أنك بتناقشي حاجات بشكل غير واقعي، بشكل غير منطقي. في أساطير هتكون موجودة معنا في الحلقة، فقرة يعني من فقرات البرنامج، فقرة اسمها الأسطورة بتقول. الأسطورة بتقول دي حكاية هتكون فرعونية، هتكون هندية، هنتكلم عن الأسطورة دي بشكل مختلف، وعادة الأسطورة بتبقى هي حاجة فانتازيا، ما بتبقيش عارفة هي حصلت ولا ما حصلتش. نوعية الأفلام اللي هنناقشها في البرنامج هتكون برضو حاجات فانتازيا. هيكون عندنا إن احنا هنطلع للمستقبل شوية، فده برضو حاجات فانتازيا. هيكون عندنا نوستالجيا، إن احنا نفتكر حاجات من الماضي ونتخيل إن احنا هنرجع للماضي، فطبعا عمرنا ما هنرجع للماضي، يبقى ده برضو تحت نطاق الفانتازيا. هنناقش مواضيع بقى بعيد عن الحاجات دي، مواضيع ملهاش اسم فقرة، يعني موضوع، هنفتح موضوع، هنتكلم عن حاجات شبه التنويم المغناطيسي، هنتكلم عن حاجات ما وراء الطبيعة، يعني هنطلع على السماء وهننزل تحت المية، هنروح كل حتة. فانتازيا إن شاء الله هنتكلم فيه في حاجات كتير. مش هو أساس البرنامج، مش مبني عليه البرنامج. يمكن شارع الفن كان لازم يكون فيه ضيوف، كان لازم يكون فيه نجوم فن، لكن ما يمنعش إنه زي ما قلت لك إحنا في فانتازيا برضو هنتكلم عن الفن بس بشكل مختلف عن شارع الفن. فطبعا أي ضيف هينورني هكون سعيدة بيه جدا. جمهور شارع الفن دول مش جمهور، دول سكان وقرايب وحبايب وبحبهم قوي. 5 سنين يعني مش عارفة أقولك إيه، بس هاخدهم فانتازيا، هصحيهم الصبح بدري، هيصحوا الصبح بدري وهيبقوا معايا وهقدم لهم حاجات حلوة إن شاء الله بإذن الله. عمري ما هبعد عنهم لأن دول سكاني. محدش يقدر ينكر إن نغم أف أم ليها نسبة استماع عالية جدا، والناس مرتبطين بيها بشكل كبير جدا، يمكن فئة كبيرة جدا مرتبطة بنغم. نغم أف أم بتحسي إنها إذاعتك، تحس انك قريبه ليها، تحبيها. لكن احنا عايزين ننتشر اكتر. كل النجوم اللي انضموا لينا، ويمكن السيد رئيس التنفيذي استاذ وليد رمضان اتكلم في ده في المؤتمر الصحفي في كلمته النهارده، انه قال ان هو في هدف كبير، انه كل فنان هيوصل للناس بشكل كبير. يعني احنا برضو نذكر النجم مصطفى قمر انضم لاسره نغم اف ام وهيقدم برنامج هما كلمتين. هو هيقول كلمتين، يعني في كلمتين هيقولهم. كم واحد يحب مصطفى قمر؟ كم واحد يحب يسمع من مصطفى قمر؟ فأكيد لما نجم وقدوة وشخص في حجم مصطفى قمر في نجوميته وحب الناس ليه، لما يقول كلمتين هيكون ليهم يعني مردود عند الناس بشكل كبير. وهكذا الأستاذة سماح أنور برضو منورانا في نغم أف أم، صاحب التجربة وتاريخ فني كبير، أكيد في شيء حضيفه للناس. يعني حتى الفنانين الموجودين فنانين لا يختلف عليهم اثنين. عم صلاح عبد الله، قولي عم صلاح، طبعا كلنا عارفين ان عم صلاح عبد الله ليه كتابات، ادوارد قد ايه جميل والناس بتحبه جدا، فبخف الدم وهينقل للناس اللي ما بتحبش سؤال الدم هيقول لهم حاجه حلوه. سعد الصغير فنان اللي كلنا
بنحبه في مناسباتنا يكون موجود معانا، هيكلم ولاد البلد بطريقته. مش عايزه انسى اي حد خالص، عمر طاهر رجل مثقف اللي ليه كتابات، لما بنشوف اسمه مكتوب على حاجه بنقول ايه ده، عمر طاهر اكيد في شيء مميز. طبعا ده غير النجوم اللي موجودين عندنا قبل كده زي الاستاذ يوسف الفخراني، برنامج باب رزق. مش عايزه انسى حد طبعا، لان احنا عايزه اقول لك 20 برنامج، فطبعا كم كبير جدا جدا. طبعا الاعلامي الكبير عمرو اديب اللي منورنا في اول تجربه اذاعيه تلفزيونيه، ده شيء مختلف. فنغم افقام ان شاء الله الفتره الجايه رقم واحد. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org